الحقيقة زي ما عودناكم دايما بنستضيف نماذج مشرفة من أبناء مصر المميزين في مجالهم واللي بنعتبرهم كنزنا الحقيقي ومصدر كمال للفخر لكل مصري. دلوقتي الحقيقة هنسلط الضوء على رسالة دكتوراه مصرية تم ترشيحها لجائزة أفضل رسالة بفنلندا لعام 2023. الرسالة دي بتناقش أهمية البيئة المائية خاصة العذبة والحفاظ على تكاثر محار المياه العذبة وحمايته من خطر التهديدات البيئية. الرسالة دي لاقت صدى كبير في مجالات العلوم المحلية في فنلندا، فعاوزين نعرف تفاصيل أكتر عنها وعن محتواها وهدف الرسالة اللي طبعا كانت مقدمة من الدكتورة ألفة ثروت وهي معيدة بكلية العلوم قسم البيئة والحيوان جامعة سوهاج، بتنضم لنا على الهواء مباشرة عبر زوم. أهلا بك يا دكتورة ألفة وصباح الخير. اهلا، صباح الخير بيك استاذ هشام. طبعا انا حابه اشكر حضرتك على المداخله الجميله دي، وطبعا فريق الاعداد اللي تواصل معايا. كمان حابه انتهز الفرصه ان انا اشكر الاستاذ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعه سوهاج، اللي هو يعني طبعا دعم مستمر للباحثين والبحث العلمي. كمان احنا في كليه علوم برضو يعني محظوظين باستاذ الدكتور حازم المشنب عميد الكليه، لانه بجد بيدعم الباحثين والبحث العلمي، فخالص الشكر ليهم. مع حضرتك دكتورة ألفت ثروت محمد عبد الصالحين، مدرس بقسم علم الحيوان كلية العلوم جامعة سوهاج، وحاصلة على درجة الدكتوراه من دولة فنلندا. طبعا الرسالة بتاعتي المفروض طبعا لقت صدى كبير في فنلندا، لأن أنا بتكلم عن أهمية محار المياه العذبة وأهميته في البيئة طبعا، وأهمية ده في التنمية المستدامة. طبعا الأول لازم أتكلم عن أهمية المحار في البيئة. طبعا المحار مهم جدا في لأنه بينقي المية من سواء الشوائب أو أي ملوثات موجودة في المية، فبالتالي ده بيعمل لي زي فلترنج للمية. وساعات بيتم استخدام المحار كإنديكيتور أو ك يعني عامل بيوضح لي هل جودة المية دي كويسة ولا لا، فبالتالي هو مهم جدا طبعا في المية. زي ما حضرتك شايف الفيديو ده هنلاقي فيه بعض يا ريت تشرحي لنا يا دكتورة. المحار موجود فيه يعني هنا هنلاقي حضرتك المية الاتنين فيهم كده زي عقارة أو تلوث في المية. هنبدأ نحط مجموعة من المحار والمية التانية زي ما هي، فبالتالي بعد فترة من الزمن حضرتك هتشوف الفرق واضح ما بين المية اللي هي موجود فيها المحار والمية التانية لسه زي ما هي في الملوثات بتاعتها. طب هنا يا دكتورة هو بياخد وقت قد ايه عشان يعمل عملية التنقية اللي احنا شايفينها من خلال الفيديو اللي كان هو طبعا معروض على الشاشة؟ تمام، هو طبعا الفيديو اللي عند حضرتك ده تقريبا اخد اقل من ساعتين تقريبا، لكن هي بتعتمد على كمية المحار اللي موجودة في المية. يعني هنا عدد المحار قليل شوية، يعني تقريبا دول 30 او حاجة، لكن لو حطينا طبعا كمية كبيرة جدا، في حضرتك شايف الفرق واضح جدا ما بين المية اللي موجود فيها المحار ما بين المية اللي هي موجود مش موجود فيها المحار. فبالتالي هو مهم جدا في المية. يعني احنا ممكن نقدر نستخدم المحار في ان احنا نبدأ ننقي المية من اي ملوثات. بس هو موجود بطبيعة الحال يا دكتورة في البيئة بتاعتنا، هو أصلا موجود؟ تمام، أيوة هو موجود طبعا في كل المياه العذبة، لأن أنا طبعا مختصة أو الشغل بتاعي بشتغل على المحار بتاع المياه العذبة، فهو موجود سواء في البحيرات العذبة أو موجود في نهر النيل وهكذا، لأن أنا أوريدي اشتغلت عليه في الماجستير. يعني كان برضو اشتغلت في مصر، كان على نفس المحار. فطبعا بالإضافة لأهميته اللي هو بينقي المية، هو كمان بعض الدول بيتم استخدامه كبروتين، مصدر للبروتين، فبالتالي بيتغذى عليه. فبالتالي المحار ده ليه أهمية بيئية بالإضافة للأهمية طبعا الاقتصادية بتاعته. الرسالة بتاعتي المفروض إحنا طبعا المحار دلوقتي بيحصل له ديكلاين أو بيحصل له انقراض في بعض الدول الأوروبية. طبعا الدراسة بتاعتي في فنلندا كانت تعتبر أول دراسة في شمال تقريبا أوروبا بتتكلم عن تكاثر نوعين من أنواع المحار اللي هم الأناضونتا أناتينا واليونيوتيومودس. طبعا الدراسة بتاعتي جزء منها شفنا تأثير درجات الحرارة على التكاثر أو على انتشار الطفيليات اللي موجودة في المية، وطبعا لقينا إن مع ارتفاع درجات الحرارة طبعا، وحضرتك عارف الاحتباس الحراري، احنا داخلين على climate change،
فطبعا الارتفاع بتاع درجات الحراره ده خلى الطفيليات اللي موجوده في الميه تبدا تنتشر بشكل كبير جدا في المناسل بتاعه المحار، فبالتالي عملت زي دامج او تلف للمناسل. يعني احنا لقينا مثلا في درجات الحراره العاليه فقدنا 16% من البوبوليشن او من العشيره بتاعه الموسم، فبالتالي ده المحار ده هيبقى مهدد بالانقراض، وبالتالي لما هو هيبقى مهدد بالانقراض اذا بيحصل ديستربنس او بيحصل عدم توازن في النظام البيئي، وده طبعا هيبقى مشكله كبيره. طيب قولي يا كمان دكتور، جزء بالنسبة تاني كان لحضرتك صلابه اتكلمتي العالم، على نوعين من محار الماء العذب الشائعين في أوروبا وفنلندا، هل هما بيختلفوا نوعيا عن المحار الموجود مثلا في البيئة المصرية على سبيل المثال؟ طبعا كل هو الـ 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 الانواع دي كلها يعني واحده، يعني كل اللي بيعيش في المياه العذبه دول، بس مع اختلاف طبعا الاسم او النوع بتاع العينات، لكن هم نفس الوظيفه، ولكن برضو طبعا عشان اختلاف درجات الحراره والانفيرومنتال فاكتور اللي موجوده في فنلندا هتبقى مختلفه عن مصر، فبالتالي هم هيتبعوا مثلا دوره التكاثر بتاعتهم هتبقى مختلفه شويه، لكن نفس الوظيفه، نفس الاهميه البيئيه، نفس كل حاجه. يعني بتتكاثر أكتر في الأجواء الباردة ولا الأجواء الحارة؟ لا، هو طبعا مع زيادة درجات الحرارة بتبدأ، كان في أبحاث طبعا بتتكلم إن كل ما بزود درجات الحرارة طبعا بس لحد ليميت معين، يعني ما ينفعش أرفع درجات حرارة بشكل تدريجي، لكن وجدنا إن مع زيادة درجات الحرارة بتبدأ المناسل بيحصل لها تبدأ تدي يعني بويضات أكتر وهكذا، فبتبدأ تدي بوبيليشن أكتر، فبالتالي زيادة درجات الحرارة ولكن عند ليميت معين. طيب وليه يا دكتور، هل الاحتباس الحراري طبعا اللي حضرتك اشرت اليه او التلوث البيئي للميه بيهدد بانقراض ربما عدد من الكائنات البحريه؟ وممكن برضو نتكلم على علاقه ده بالمحار تحديدا. طبعا الكائنات اللي عايشه في الميه، يعني مثلا المحار، الاسماك، الحاجات دي كلها تعتبر اكتوسيرم او من ذوات الدم البارد، وطبعا هي عايشه في الميه، فبالتالي اي تاثير في او تغير في درجات الحراره هي الكائنات دي بتبدا بتحس بيه، فاي تغيرات بتحصل في درجات الحراره لازم هتاثر لي على الكائن ده، وكل كائن من الكائنات دي بيبقى ليه اوبتيمال تمبريتشر او درجه حراره مثلى، عند درجه الحراره دي هو بيبدا يتاقلم او يعيش او يتكاثر، ولكن لو زادت درجه الحراره عن حد معين طبعا بتاثر بالتاثير السلبي على الكائنات. هنلاقي برضو في بعض الملوثات زي ما حضرتك اتكلمت عنها، اللي هي زي طبعا دلوقتي اللي هو التايملي توبيك، او اللي هو عباره عن موضوع العصر، اللي هو التلوث بالبلاستيك طبعا، فبالتالي برضو الدراسه سلطت الضوء على تاثير البلاستيك ومشكلته، طبعا بدا برضو يعمل تاثيرات سلبيه على اجزاء او اجزاء المحار، وبالتالي بدا برضو يعمل تدمير. طبعا في ابحاث تاني المفروض ان احنا نكمل عليها، هل لان انا قلت في البدايه ان المفروض ان في بعض المجتمعات بتبدا تتغذى على محار العذب، محار الماء العذب، فاحنا برضو لازم نشوف هل التاثير بتاع البلاستيك هل هيوصل للانسان في السلسله الغذائيه ولا لا، فالمفروض طبعا نكمل ابحاث ونشوف هل الموضوع ده. طبعا مشكله البلاستيك ان هي بتبقى بارتكلز صغيره، فطبعا ممكن تدخل لاجزاء معينه حتى في جسم الانسان لو تغذى عليها من المحار، طبعا دي عايزه تاكيدات يعني دراسات تانية. طب وليه يا دكتور ألفت، بالنسبه للبيئه، هل هو المحار بينمو في البيئه الطبيعيه فقط ولا ممكن نعمل بيئه اصطناعيه عشان نستفيد بيه او حتى نكثر من اعداده ونستفيد بيها في القطاعات المائيه المختلفه؟ هو أنا ده اللي كنت، والله أنا بناشد أي حد مسؤول عن أو مهتم بالبيئة أو الاستزراع السمكي مثلا، لأن المحار برضو عشان يكمل دورة الحياة بتاعته لازم يحتاج نوع أنواع من السمك، فإحنا ممكن نستغل إن إحنا مع الاستزراع السمكي ممكن نحط مجموعة من المحار، هيبدأ برضو يتكاثر لأن هو زي ما قلت لحضرتك بيحتاج بعض الأسماك عشان يكمل دورة الحياة بتاعته، فأنا شايفة إن الموضوع هيبقى أفضل بكتير، هنستفاد منه سواء كغذاء، هنستفاد منه كتنقية للمياه، وطبعا ده كله هيصب في مصلحة ان احنا ننقي المياه لو احنا عندنا مثلا كمية ملوثات وهكذا، فبالتالي احنا هنبدأ نتخلص من الحاجات دي، دكتورة يمكن وطبعا كان في هنحافظ من على لو في بعض، اتفضلي يا فندم.
لو في بعض من العينات دي، لان زي ما قلت لحضرتك في التاثيرات سواء درجات الحراره او الملوثات دي ممكن تاثر بالسلب على المحاط، ففي بعض الانواع طبعا بتواجه الانقراض، فاحنا طبعا مع عمليه الاستزراع بتاعتها طبعا هنخلي الموضوع يبقى افضل بكتير ونحافظ على الانواع دي ان هي تنقرض. طب لو عملنا مقارنة مثلا ما بين المحار وما بين ورد النيل، يعني ورد النيل طبعا ليه بعض المميزات ان هو بيمتص نسبة كبيرة من الرصاص اللي في المية، ولكن طبعا عنده بعض المشاكل منها إعاقة المجاري المائية، وكمان انه بيحتوي على قواقع البلهارسيا على سبيل المثال. هل المحار عنده أي مشاكل ممكن نتحدث فيها، ولا هو كله مميزات ما شاء الله؟ لا، هو كل مميزات يعتبر، لكن هي في طبعا في بعض الاماكن اللي هي بتبقى مثلا الدراسه بتاعتي كانت في فنلندا، كان في بعض الطفيليات ولكن مش طفيليات بتتطفل على الانسان كديفينيتيف هوست او كعائل نهائي، ولكن بتتطفل على الاسماك، يعني العائل النهائي بتاعها الاسماك مش الانسان، فاعتقد ده مش هيعمل اي مشاكل يعني، ولكن انا اعتقد هتبقى مميزاتها اكتر ان هي تبدا تمتص طبعا الملوثات او الشوائب اللي موجوده في عمود الميه او ايا كانت الملوثات اللي موجوده في الميه. والله يا دكتور كل الأمنيات الطيبة لحضرتك بالتوفيق، وطبعا سعدنا جدا بلقائك النهاردة، وحبينا نلقي الضوء على فحوى الرسالة العلمية اللي حضرتك تقدمت بيها، فأنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ألفت ثروت المعيدة بكلية العلوم قسم البيئة والحيوان جامعة لا، سوهاج. هو انا استاذن اتفضلي حضرتك، يا فندم. استاذن، هو انا مدرس بكلية العلوم مدرس. مش معيد، إن شاء الله ربنا كده وشكرا نبارك جزيلا لك يا لحضرتك دكتورة، استاذ وأنتي هشام، أستاذ دكتور إن شاء الله. ان شاء ربنا يبارك في حضرتك ان شاء الله، وبدعوات حضرتك وان يعني نفوز بالجائزة وان شاء الله يا خير رب باذن بإذن الله. الله. بشكرك جدا يا دكتورة، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا، شكرا وكنا جزيلا سعداء لحضرتك، طبعا بإلقاء الضوء على رسالة حضرتك طبعا اللي هي أثرت المجال العلمي. طيب أنا بستأذن حضراتكم مشاهدينا الكرام إن احنا نطلع لفاصل، بعد الفاصل بنستقبل الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائي.